لا انا سعيد ما اشوفش حد الاهلي بقالي مده وابراهيم الاهلي والاسماعيلي، لانه ده ملف برضه ما حدش يقدر يتكلم فيه اكتر من الدكتور عبد المنعم عمار. الجمهور احيانا بيوديه لسكه، يعني اذا كان انتقالات لاعبين الاهلي اخذ من الاسماعيلي كتير والاسماعيلي اخذ من الاهلي كتير. الاسماعيلي انتقلت منه لعيبه للزمالك ربما قد اللي راحوا الاهلي. المشكله ان اللي بيجي الاهلي بينجحوا. مش مهندس يا ابراهيم، مش مساله لاعبين. اه هو تفتكر كده؟ لا ماشي كده، لان انا زمان ما كنتش بحب الاهلي. ليه؟ فرقه الكوره ولا كان خد حد من الاسماعيلي ولا كان حد تاخ ولا حد راح. طب ايه تفسير بقى عبد المنعم عمار السياسي؟ انا كنت اخش فصل في وانا محافظ، اقول في مين فيكم اهلاوي يدفع؟ قال لهم ارفضوه. فالواد يعيط اجري احضنه ابوسه اقول له ابني انا بضحك معاك بهزر وبتاع. لا يعني هي يعني ايه، فيها خلفيات اكيد يعني كومبيتيشن. برضه سيبك من ان الزمالك الاهلي ما رضيش ياخدنا والزمالك خدنا، وده مش صحيح تاريخيا. لا صحيح بس مش اساسيه، اسمه عثمان في حاجه بس مش اساسيه في الموضوع يعني. خد بالك برضه النهارده وانا جاي كانت حد كاتب في الفيسبوك، انت مش جاي له رايح الاهلي علمهم على اللعيبه اللي خدونا. مش عادل الخيع معاك. خد بالك، فلا يعني ده الجيل الجديد ده. لكن الجيل القديمه قوي ليه موقفها مع المنافسه؟ اهلي مش حلو. مدحت الورداني مره قال لي ايه ايام ازمه، خدت منه اللعيبه الكابتن احمد حسن. لا ما خدناش حاجه، ما هو ايام ازمه الكابتن حسن احمد حسن، فاحنا قاعدين حتى الكابتن صالح يعني ساعتها استغرب واتضايق، اصل انا اوديه الزمالك ما ادوش الاهلي لان الزمالك مش بينافسني والاهلي. لا مخه، انا سمعت الحوار ده سمعته. صالح اتضايق قوي، كابتن صالح رحمه الله عليه. فهي ممكن تكون ان دايما بطولات الاسماعيلي لازم فيها مواجهه مع الاهلي والعكس، يعني كل الدوريات اللي خدها الاسماعيلي كان في منافسه مع الاهلي. طبعا ما يعني ما كانش الماتش. لا انا تقديري يا باشمهندس علي ايه، ان احنا ما بنعملش، عارف زي طرف الصعيد مثلا بين عيلتين، ما بنحاولش نقرب بطريقه ما. لا احنا يعني عملنا كتير والله. انا فاكر خطيب مره راح اسماعيليه، كابتن حسن حمدي وكابتن خطيب راحوا بوظفوا. لا كان في عزا باين حد. لا يا فندم احنا لا كتير، ده احنا مره في البطوله العربيه حرصنا نعزم مجلس اداره الاسماعيلي في الحفله الختاميه اللي كانت في احد الفنادق القبه. لا يعني انا فاكر ان انتوا رحتوا وحصل لقاء كويس جدا، بس هو بتعزم مجلس اداره الاسماعيلي ما الناس ما بتحبهمش. لا عايزين، هو تملي المسؤولين هناك في النادي بينصعوا للجمهور. لا اي اقول لك انا ده انت بتصع على الفيسبوك عندك. لا بس برضو انت يحصل تقارب يحصل غضب من الجمهور فيروح رايح في سكه. وحصل لا هي فيها حلول طبعا. يعني انا ما اقدرش اتصور ان انت المصري ما لعبش الاهلي اللي مش عارف في ايه الكلام ده كله، ما الدنيا خلصت وراحت من زمان وبتاع، مش لازم يلعب بورسعيد يعني احنا لازم نقرب خطوه، فاهم؟ لازم نقرب خطوه ان يعني بورسعيديه كلهم بيكلموا معذور، ما لهمش دور في القصه اللي حصلت دي كلها. شاف ناس ولاد 60 في 70 هو اللي عامل المشكله دي كلها، لكن جماهير بورسعيد كلها لا. ما يعني ما بتشجعش النادي الاهلي، بلاش اقول ما تحبش، ما بتشجعش النادي الاهلي، لكن مين ما بيحبش النادي الاهلي يا جماعه؟ الناس بتحب النادي الاهلي برضه لازم. لا انا بروح بلاقي جماهير والاهلاويه كلهم بيحبوا الاسماعيلي. طبعا انا داخل دلوقتي واحد قال لي انا اهلاوي بس بحب النادي الاسماعيلي. وعشان كده مفيش سبب. انا مش شايف غير ان البطولات فعلا اصطدام الاهلي. ايوه بس احنا لازم يبقى في حركه مدروسه ازاي نوصل يا باشمهندس. يعني انت اوروبا بعد الحرب العالميه الثانيه الناس كلها اتلمت ورجعوا كلام جميل. وعاشوا لما يكون في حد بيغازي الخلاف بقى يا دكتور، في حد بيغازي الخلاف ده، كل ما تيجي حاجه لازم ياخدوها بسكه. هو شباب الاسماعيليه يحيي شباب القاهره. الاهلي فكر منظمه الشباب. لا انا امبارح، لا انا امبارح هيكلموني الاهلي كليه لعب فن ورجوليه. مشكله حصلت امبارح حد في الاهلي كان هناك اسمه عمرو انور عندكم؟ عمرو انور كان ماتش للشباب. كلموني عليها وانا جاي اتكلم فيها. انا طبعا حصل دي ما خدتش دقيقة. ايه اللي حصل يعني؟ ما اعرفش اللي حصل، لكن سمعت الاذاعه بيتكلموا فيها شباب ورياضه وبتاع. اللي حصل ان كان دي حاجه زي كده بتعمل مشكله، انا ما اعرفش التفاصيل والله خالص. لا دي مشكله منطقيه وتقليديه جدا.
99 الاسماعيلي والاهلي، السنه اللي فاتت الاسماعيلي بطل المرحله دي. كنا المرحله دي فالاهلي هو برضه اللي بينافس، هي القصه كده. فالاهلي كان متقدم 2-1 وبعدين مش عارف في ضرب جزاء ولا ايه، فعمر اتحمق على الحكم او كلم الحكم يعني، فما خدتش دقيقه. بس كانش في جماهير اعتقد. لا كان في، في ناس كان في ما لازم يبقى في ان شاء الله 100 المية دول لو تلموا بيعملوا لا يعني شوف انت اسماعيل اللي بيكسب 99 يعني عندك جيل. عندك بعدين ولدين صغيرين في ده حلوين جدا. بس انا مسكت اسماعيل ده 3 اشهر كان بينزل خالص، كان في الدور كان ترتيبه 12 13 14. كلمني المحافظ امير صبري العادي وكان راجل عظيم جدا وقال لي ارجوك انا مش عارف اعمل ايه، انا عندي مشكله ومش عارف ايه. قلت له انت بتتكلم ازاي؟ ده انا بنت قالت لي لو رحت النادي الاسماعيلي يا بابا انا مش هجي لك البيت تاني. قلت له ما اقدرش. فقال لي طب هركع، راح تحت بقى اركع، راجل جميل جدا. قلت له طيب انا 3 اشهر ما فيش غيرها. وفعلا خدته الاسماعيلي بقى الرابع يوميها وبتاع. فهي هي الفكره انك انت ان اياميها انا بقى قلت ايه؟ فكره الناشئين دي بسهوله بسهوله. عمرو مجدي كتب لي وده كتب لي يا جماعه، انا قلت اياميها المجلس الاداره اللي معايا يا جماعه انا هحط 5 مليون 6 مليون جنيه لقطاع الناشئين. ولو مجلس اداره وناحيه اداريه وماليه واحنا مالناش دعوه مجلس اداره الحالي. وعايزين اجهزه فنيه وهاتوا الاجهزه الفنيه اللي انت ده فكر رابطه انديه المحترفين بالظبط نفس الفكره. مش معنى نفس الفكره. جبت الله يرحمه سيد مصطفى تفتكره طبعا. ايوه طبعا يعني يعني انت تقدر تحل في الناشئين في اسماعيليه. يقول لك اصل مش عارف بيدفعوا اللعيبه ايه، بياخدوا ايه، بيعملوا ايه، الكلام ده كله. لكن اسماعيلي غني بالمواهب فعلا. يعني احنا فعلا مواهب عندنا في حاجات كويسه، مش كله شرقيه ولا كلام ده مش مزعج. لا بيبقى من التل الكبير من حتى لو شرقيه كل دي محافظه اسماعيليه يعني. يمكن احمد فتحي كان من بنها. احمد وعبد الله جريشه جابه. لا عبد الله اسماعيليه. احمد عبد الله، محمد عبد الله، محمد عبد الله بنها الاثنين من بنها. محمد عبد الله ده لعب شويه صغيره ومشي ده. وحمزه الجمل كان من شبين يعني برضه. انت في شطاره في ال. لا بس حمزه ما كانش ناشئين، ده فرقه كبيره على طول. بتكلم على الصغيرين. حمزه يعني عبد الله التجربه بتاعت شحته ومش عارف ايه ده. ما انا اللي اميه كنت انا ماسك النادي وجبت الناس دي كلها يعني. وبشير عبد الصمد بشير وكان على ابو جريشه تحب كوره برضه ب 2000 و3000 يعني شاريه ب 2000 و3000 اياميه. لا يعني انا كنت لعيب كوره كويس جدا. دكتور عماره كان ممكن العيب هايل بس ابويا ما رضيش انا الكوره دي. اتجهت للفولي بقى عشان تجيلنا لا ابويا ما رضيش. الحمد لله عشان كده بقيت وزير بالظبط.